بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتعرف على مجلة تكريت، موقع مجلة تكريت للعلوم الهندسية. ناخذ جولة عامة في موقع مجلة تكريت للعلوم الهندسية. هذا هو الموقع الرئيسي لها، TJES شارحة وسطية دوت كوم، TJES شارحة وسطية دوت كوم. الهوم الموقع الرئيسي للمجلة. الأباوت يحتوي على عدة تفرعات. الإديتوريال بود هيئة التحرير، كينيتي العدد الحالي، أرشيف جميع الأعداد المؤرشفة في المجلة، نيو سبشن تقديم بحث جديد إلى المجلة، سيتيشن أناليسيس يقصد به مراقبة الاستشهادات لهذه المجلة، بوبليشر يقصد بها الناشر هذه المجلة. نروح إلى الهوم. هذه هي الهوم، معلومات عامة عن المجلة وممكن معلومات إضافية. ريد إذا ذهبنا إلى الأباوت يحتوي على عدة تفرعات. التفرع الأول اللي هو الكونتاكت، التفرع الثاني فوكس أند سكوب، السكشن بلاسي بابليكيشن فريكوينس أو أكسس، بلاسي أبستراكت أدنتيس، وأخيرا بلاجاليزم. جي الكونتاكت هي معلومات الاتصال بالمجلة، الإيميل ورقم الهاتف والمكان الجغرافي للمجلة. فوكس أند سكوب يقصد به التخصصات اللي تنشرها المجلة، ما هي التخصصات اللي تنشرها المجلة وأنواع البحوث اللي تقبلها المجلة. Section Policy يقصد به لكل قسم من أقسام الهندسة المدنية، يعتبر هو تفرع من تفرعات المجلة. كل قسم من أقسام الهندسة، لدينا قسم الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والهندسة البيئية، خمس أقسام. Publication Frequency يقصد به تتالي الأعداد، تنشر المجلة أربع أعداد في السنة، كل عدد تقريبا 10 إلى 15 بحث. Open Access Policy سياسة النشر المفتوح، أيضا راح نجي عليها بالتفصيل، أنه كل بحث منشور في هذه المجلة هو مجاني، لكن إلى أي حد مجاني. Abstract and Index يقصد أين مصنفة هذه المجلة، أيضا راح نشرحها بالتفصيل. Plagiarism كيفية فحص الاستلال وما هي نسبة الاستلال المقبولة اللي هي 20% للبحوث. خلينا نكمل التفرعات. الهوم اديتوريال بورد، هنا أعضاء هيئة التحرير من مختلف دول العالم. أوثر جايد لاين تعليمات النشر للباحث، وأهم شيء بها هو التمبلت القالب المجلة بصيغته البدائية. هنا كويك جايدلاين سريع، بشكل سريع جايدلاين للباحث، وهنا هو هذا التفصيل، تفصيل كامل عن تعليمات النشر، يجب أن يقرأها الباحث بشكل جيد قبل أن يقدم الباحث للمجلة. أما إذا أريد أقرأ بشكل سريع ممكن يطلع على كويك جايدلاين. نيو سبمشن تقديم بحث جديد، إذا كان لديك طبعا تقديم بحث جديد before start you must read author guideline، قبل أن تبدأ يجب أن تقرأ تعليمات النشر وتقوم بتحميل البحث بصيغته البدائية، القالب المجلة للعمل عليه. إذا كان لديك username password اضغط على login، إذا لم يكن لديك username password فيجب عليك التسجيل من هذا الرابط. Peer review process كيفية تقييم البحوث في هذه المجلة وما هي المراحل اللي يمر بها البحث قبل أن ينشر في موقع المجلة. Abstract and Index يقصد بها المواقع المصنفة بها هذه المجلة، وأهم تصنيف لدينا هو سكوبوس. المجلة دخلت حديثا في سكوبوس، لحد الآن ليس لديها سايت سكور، لكن إن شاء الله خلال الأشهر القادمة تحصل على سايت سكور. أيضا هي مصنفة كروس ريفرنس والبيسكو والدوج والأورلف، المواقع المهمة وبقية المواقع. Application Ethic يقصد في أخلاقيات النشر، نعم مشروحة بالتفصيل، ودور كل شخص، دور الباحث في أخلاقيات النشر، دور رئيس التحرير، دور المقيم في أخلاقيات النشر وهكذا. Conflicts of Interest تضارب المصالح، يجب لا تكون الأشياء الشخصية، لازم لا ما تأثر في تقييم البحوث. المقيم أو الرئيس التحرير يجب أن
لا تأثر بالأشياء الشخصية، وتضارب المصالح لا يشمل الأشياء الشخصية أيضا، الأشياء التجارية. مثلا أحد البحوث ينتقد آلة معينة تأثر على صحة الإنسان، يجب أن لا يتأثر المقيم ولا رئيس التحرير بهذا التأثير على صحة الإنسان، اللي ربما يؤدي إلى تأثير تجاري أو مادي أو أي تأثير آخر على هذا الشخص وعلى رئيس التحرير أو الباحث. فيجب أن لا ينظر الباحثين إلى تضارب المصالح إلا إذا كان تضارب المصالح شيء ممنوع ويؤدي إلى الكراهية والحقد والمشاكل السياسية وغيرها. إذا هذا هو معنى تضارب المصالح بشكل سريع. الأوبن أكسس اللي هي سياسة النشر المفتوح، ومعروف عالميا هو مؤسسة سيسي اللي تعني Creative Commons، هي اللي تعني بوضع معايير النشر المفتوح. بالنسبة للمجلة أنت تتبع المعيار رقم 4 CC BY 4. فور ريفيور للمقيم، يحتاج المقيم ريفيور جايد لاين، ويحتاج المقيم لقراءة دبل بلايند بير ريفيو، كيفية إخفاء اسم من البحث، وهناك طرق إخفاء الاسم من البحث يجب أن ينتبه إليها المقيم حتى لا يظهر اسمه في الملاحظات اللي يبعثها للباحث، ومن ضمنها اسم الكمبيوتر مالته المثبت على الوورد قد يظهر على الوورد وعلى الملاحظات اللي يضعها، وغيره من التعليمات يجب أن ينتبه إليها المقيم. Double Blind Peer Review بالتفصيل موجودة هنا، كيف تتجنب ظهور اسمك أو أي إشارة قد تدل الباحث على اسم المقيم، ونفس الشيء بالنسبة للباحث، أي إشارة من الباحث قد تدل المقيم على اسم الباحث. Publication Ethic، أجور بسيطة جدا تأخذها المجلة مقارنة بالخدمات اللي تقدمها اللي هي $100. بالمقابل يحصل الباحث على نشر البحث في موقع المجلة، في سكوبس، في دوج، في قواعد البيانات المجلات الأكاديمية العراقية، في بورتيغو، في الأورلخ، في كثير من المواقع العالمية. المهم دفع الأجور يكون بشكل مقدم، وفي حالة رفض البحث سوف يعاد 75% من أجور البحث إذا تم رفض البحث خلال أيام قليلة، أو ما نسميه بالتدقيق الأولي. أما إذا تم رفض البحث من قبل المقيمين، معناته البحث قطع شوط جيد، تم إرساله للمقيمين، رجع من المقيمين وتم قرار رفض البحث، سوف يعاد 50% إلى البحث. إذا تم رفض البحث بعد أن قام الباحث بالإجابة على ملاحظات المقيمين وتعديل البحث، سوف يعاد 25% من أجور البحث. أما إذا تم رفض البحث في المراحل النهائية جدا، يعني في مراحل نشر البحث، والباحث فشل في طباعة البحث وفق الصيغة النهائية، فسوف يعاد 10% فقط من أجور النشر للباحث. بالنسبة للباحثين العالميين الذين لديهم استشهاد عالي، لديهم منظورية عالية، الحاصلين على جوائز عالمية، يتم نشر البحث بشكل مجاني. إخواننا السوريين الباحثين من سوريا يتم النشر لهم بشكل مجاني للظروف الحالية اللي تمر بها سوريا. لو ننتقل إلى الجانب الأيمن من السايد بار، يسمى السايد بار، راح نلاحظ بعضا من قواعد البيانات المصنفة فيها المجلة تظهر بشكل متتابع، وأيضا ممكن نلاحظ بورتيغو Citation Analysis معادة هنا. القالب المجلة ممكن تحميله من خلال أهميته وضعناه إلى الجانب أيضا. البحث في جوجل عن المجلة أو بحوث في المجلة، البحث داخل موقع المجلة موجود هنا. البحث في الدوج، قاعدة بيانات الدوج، قاعدة بيانات مشهورة، ممكن تبحث عن مجلة في الدوج أو تبحث عن بحث في الدوج. هنا Find any article by DOI، تكتب الـ DOI لأي مجلة، هاي خدمة تقدمها مجلتنا الباحثين حتى أشيك الـ DOI هل هو صحيح، لأن بعض المجلات تضع DOI مزيف للبحوث، فتكتب الـ DOI هنا وتتأكد هل الـ DOI هذا صحيح أم لا. هنا كملنا المعلومات الرئيسية على المجلة، وقعدنا شيء واحد هو أين تؤرشف بحوث المجلة. تؤرشف بحوث المجلة ابتداء في موقع المجلة، إذا ضغطنا على أرشيف راح يأخذنا إلى أرشيف هذه المجلة اللي هو وفق نظام OJS. خلينا نضغط على الأرشيف راح يحولنا إلى هذه الصفحة،
هذه هي البحوث المؤرشفة في موقع المجلة، ونفس الموقع مع المجلة لكن اتبع أسلوب الـ OJS في الأرشفة. وأيضا هنا في هذا الموقع يتم تقديم البحوث وتقييمها انتهاء بنشرها. إذا الموقع الرئيسي هو هذا بكافة معلومات المجلة. تفرع من الموقع الرئيسي نفسه tjas.com يحتوي على البحوث المنشورة بالمجلة، نفس الموقع tjas.com، وهو أسلوب المتبع في أغلب المجلات العالمية. يعني الصفحة الرئيسية للمجلة تجدها مثلا على Elsevier، لكن تقديم البحوث يكون على موقع Editorial Board. فتقديم البحوث وتقييمها ونشرها يتم على موقع OJS. هذا هو موقع OJS، وهنا 4 أعداد في كل سنة باستثناء 2022 بقى العدد الرابع لم يكتمل. لو أخذنا بعد جولة في هذا الموقع، منها تقدر تسجل في الموقع، تقدر تدخل في الموقع، هذا الشيء أشرنا إليه قبل قليل. هنا الكيورد كلاود، أسماء الكيورد المهمة اللي وردت في البحوث، يعني الكلمات الدالة. لو نلاحظ مثلا كلمة جيبسون سويل حجمها كبير، إذا هناك بحوث كثيرة منشورة بالمجلة عن جيبسون سويل. حجمها أصغر متوسط، يعني هناك بحوث عدد متوسط من البحوث عن هذا البحث. طبعا ممكن نضغط هنا ونشوف البحوث اللي تخص هذا الكلمة الدالة. أما اللي حجمها صغير فيدل على أنها بحوث قليلة عن هذا الموضوع. نضغط على هذه الكلمة الدالة ويأخذنا على البحوث المنشورة في هذه المجلة وتخص هذه الكلمة الدالة. خلينا ندخل على أحد الأعداد المنشورة ليكون هذا العدد. راح نشوف قائمة بالأبحاث المنشورة في هذا العدد مع إمكانية تحميل PDF لأي بحث. إذا ضغطنا على اسم البحث يقودنا إلى معلومات تفصيلية عن البحث، واللي نسميها صفحة معلومات البحث. نجد هنا اسم البحث، أسماء الباحثين وإيميلاتهم، وتحتها نجد الـ URI وخلاصة البحث، وهنا مراقبة الأشخاص الذين قرأوا البحث، يعني دخلوا على الموقع وتم قراءة البحث أو تحميل الـ PDF. نلاحظ أكثر شيء في بداية السنة جانيوري، بعدين بدأت تقل شوية شوية قراءة هذا البحث. المهم أنه بعد قراءة هذا البحث يصير عندنا citation على هذا البحث. هنا نشوف تويتر كم مرة تم نشر هذا البحث في تويتر. How to cite، كيف أكتب هذا البحث كمصدر، هذا مهم حتى ما تخطأ في كتابة اسم البحث، بالتالي يضيع citation على البحث أو على المجلة. فهنا يذكر لك بالتفصيل كيف تكتب هذا البحث كمصدر في بحوثك اللي راح تنشرها في المجلات العالمية. More citation، أجي أختار طريقة أخرى لكتابة البحث. هنا كاتبة طريقة الـ ABA، ممكن نغير طريقة كتابة البحث وفق هاي قواعد البيانات. ممكن نصدر هذا البحث إلى برامج كتابة المصادر حتى يكتب بشكل مضبوط. هنا إذا تريد تعمل هذا الشيء مهم، إذا تريد تنشر هذا البحث في الفيسبوك، في تويتر، في مهم جدا انك تضغط هنا، وهذا يفيد المجله طبعا في زياده رانك المجله. مراقبه الكروس ريفرنس، السايتيشن اللي يحدث على البحث في كروس ريفرنس بالجوجل في الاوروب ام بي سي، وكذلك في سكوبس ايضا ممكن تراقب السايتيشن. الريفرنس ممكن تضغط هنا وتطلع على مصادر هذا البحث، وتضغط مره ثانيه حتى تخفي مصادر هذا البحث. هل هناك بحوث أخرى منشورة في هذه المجلة لهذا الباحث؟ هنا راح نشوف هاي البحوث الأخرى المنشورة لهذا الباحث في هذه المجلة. موجود هذا البحث أيضا لأحد باحثي البحث السابق. خلينا نرجع إلى الصفحة الرئيسية لهذا البحث. القائمة الجانبية من هاي الجهة سايد بار تحتها على الصفحة الأولى من البحث على شكل صورة، وممكن نضغط هنا نحصل على نسخة كاملة من البحث، تاريخ نشر البحث، حقوق النشر البحث، المعلومات الدالة، وهنا نلقى الدايمنشن اللي هو برنامج ممتاز لمراقبة السايتيشن والتفاعل مع هذا البحث. نشوف على هذا البحث يوجد سايتيشن واحد، رقم واحد. لو ضغطنا على هذه الشكل الخماسي المتحرك، شكل سداسي، هذا شكل سداسي،
إذا ضغطنا عليه راح يحولنا إلى صفحة هنا نلقي معلومات كاملة عن البحث، وممكن أيضا نحصل على FCR اللي هي Field Citation Ratio واللي Relative Citation Ratio اللي تعتمد على التفاعل مع البحث وليس فقط Citation. موقع ممتاز وموقع Dimension لمراقبة الأبحاث، لكن أي مجلة تحب أنه يكون لها مراقبة من قبل Citation يجب أن تقوم بتفعيل الDOI. بلوم التيمتريك هو تابع للدايمنشن، مراقبة السيتيشن بطريقة أخرى، إذا ضغطنا عليه ما أعرف أكو معلومات لأن ماكو عليه استفهام. التيمتريك ممتاز، موجود التيمتريك لكن هذا البحث ماكو أي منشن لأن هذا يعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاييس أخرى. البلوم اكس هو موقع مستقل غير تابع للدايمنشن، يعتمد على سكوبس بشكل كبير في مراقبة السيتيشن ومراقبة ايضا التفاعل الريفيو والداونلود، كم مرة تم تحميل البحث، كم مرة تم قراءة البحث. هنا تشوف الريدر مرتين تم قراءة هذا البحث ومرة واحدة صار عليه تويتر. اذا تحب معلومات اكثر عن هذا البحث تضغط على سي مور ديتيل راح يطلع لك صفحة البحث في البلوم اكس، هاي صفحة البحث في بلوم اكس ويطلع لك التويتر. والمندلي ايضا مهم بالنسبة لبلوم اكس انه هذا البحث صار عليه قراءة في المندلي او داونلود في المندلي اللي هو برنامج اول ما انشأ لكتابة المصادر الان يستخدم لمراقبة الابحاث. طبعا من خلال هذا الموقع ممكن تقدم بحث جديد، تضغط على make a new submission. ممكن تحمل ايضا التمبلت من الموقع القديم او من هذا الموقع. الى هنا اكملنا جولة عامة في الموقع. في الفيديو اللاحق ان شاء الله راح نشرح كيفية التسجيل بالموقع وكيفية تحميل